طيب مرحبا. المحاضرة الماضية احنا خلصنا أول كاتيجوري بالديفيرلز اللي هي البريبيد. اليوم راح نبلش بالسكند تايب اوف ديفيرال ادجستنج انتريز which is الان ايرند ريفينيو. راح اليوم نشرح باقي الادجستنج انتريز اللي ضلوا علينا، ومحاضرة المرة الجاي راح نحل أسئلة. طيب أول شيء خلينا نتذكر إيش يعني unearned revenue. إذا بتتذكروا الـ unearned revenue كانت لما الكاستمر يجي يدفع لي in advance وأنا كشركة I didn't perform the service yet، معناته I didn't earn my revenue، I can't record it as a revenue، فكنا نسجله as a liability على الشركة بحساب اسمه unearned revenue. طيب ليش أنا مضطر أعمل adjusting متعلق بالـ unearned revenue؟ لأن المنطق بيحكي انه هذا الـ unearned revenue مش راح يضل unearned forever، eventually الشركة راح تأدي السيرفيس والـ earn revenue، ما بصير أضلني مسجلته as a liability بما انه I earned my revenue، لازم أعترف فيه as earned revenue. عشان هيك أنا بحتاج adjusting entry لحسابات الـ unearned revenue. اوكي طيب، من أهم الأمثلة زي ما هو كاتب لكم الرنت والإيرلاين تيكت والمجازين سبسكريبشن، أنا أصلاً بدي أحكي لك بشكل عام إنه الـ unearned revenue والـ prepaid expenses هي وجهين لعملة واحدة. يعني كيف؟ يعني أنا كشركة لما أدفع prepaid rent بالنسبة للمؤجر اللي أنا مستأجر منه المكاتب it's unearned rent revenue. لما انت تدفع prepaid insurance بالنسبة لشركة التأمين this is unearned insurance، لأنه هو لسه ما استحقه، راح يصير يسجله جزء جزء، زي ما انت قاعد بتسجل prepaid expenses بتعترف بالإكسبنس جزء جزء، بالنسبة لشركة التأمين راح يصيروا هم حسب قدوا لك السيرفيس، إذا الأكاونتينج بيريد تبعيتهم شهر راح يصيروا يعترفوا فيها بالريفينيو شهر بشهره وهكذا. فدائما في طرفين، جزء بيكون عنده ايراد اللي بيأدي السيرفيس، وجزء بيكون عنده اكسبنس اللي بيتلقى السيرفيس. فأي شيء اي اكسبنس عندي بالشركه اذا قسته من وجهه نظر اللي بيأدي السيرفيس راح يكون بالنسبه له هو ان ايرند ريفينيو اذا انت كنت دافعه ان ادفانس وكان بالنسبه لك بريبيد. فمن اهم الامثله الرنت، يعني اذا انا في عندي عقار ومأجرته، اوكي سوري مش عقار ومأجر، يس عقار ومأجرته، فانا بس بستلم ايراد من ورا هذا العقار. هلا اذا الكاستمر او المستاجر اجى دفع لي ان ادفانس هاي الايجارات، انا راح اروح اسجلها ان ايرند رنت ريفينيو. بعدين لما يمرق شهر واحد ويمرق شهر اثنين ويمرق شهر ثلاث، اذا انا الاكاونتنج بيريد تبعيتي شهريه وأنا خلص استحقيت أجاري عن شهر واحد وبرجع استحقيت أجاري عن شهر اثنين وهكذا، لازم أثبت إنه I earned the rent تبع شهر واحد وخلص أشيله من الـ unearned وأحطه بحساب الـ earned rent revenue. okay؟ نفس الشيء بما يتعلق بالـ airline ticket. يعني إذا أنت هلأ مثلاً رحت على ويب سايت الملكية أو whatever واشتريت تذكرة طيران بدك تسافر معهم براس السنة بديسمبر، فأنت فعلياً لما دفعت حق التيكت بالنسبة للملكية this is still unearned revenue، لأنهم لسه ما أدوا لك خدمة الطيران، فبالنسبة لهم this is unearned ticket revenue. إمتى they could record it as a revenue؟ لما أنت تسافر معهم بشهر 12 they provide flying services، فصفى انت استحقوا الايراد تبعهم، وقتها بحتاجوا adjusting entry يعدل الـ unearned ticket revenue ويعترف فيه as earned ticket revenue. اوكي نفس الشيء اشتراكات المجلات المجازين subscription. اذا انا اللي ما مشتركين عندي بالمجلات دافعين لي اشتراك لسنه، انا لما دفعوا لي اشتراك لسنه انا سجلته unearned subscriptions. لما أنا أصدرت المجلة بشهر واحد وبعتتها للكلاينتس تبعوني بكون أنا أديت سيرفيس عن شهر واحد، فرح أعترف بواحد على 12 من الاشتراك السنوي اللي دفعوا لي إياه، لأني خلص أنا أديت هذا الجزء، أصدرت مجلة شهر واحد وبعتها للكلاينت تبعي،
نفس الشيء بشهر 2، نفس الشيء بشهر 3 وهكذا، يعني في عدة أمثلة على الـ Unearned Revenue. طيب إحنا شو محتاجين نعمل؟ كل Adjusting Entry اللي محتاجينه، إحنا محتاجين to transfer this amount من إنه liability بحساب الـ Unearned Revenue لحساب الـ Revenue because now it's earned، لحساب الـ Revenue العادي اللي هو الـ Earned Service Revenue أو اللي بنسميه إحنا Service Revenue. فلازم أخفضه من الـ Unearned Revenue وأزيد الـ Revenue العادي الـ Service Revenue. حساب الـ Unearned Revenue is a liability account، يعني الـ Normal Balance إله credit، فلما بدي أخفضه لازم أحطه في الدبت. حساب الـ Service Revenue is a revenue account normal balance إله credit، فلما بدي أزيده لأني أنا قاعدة بخفض الـ Unearned وبزيد الـ Earned، فلما بدي أزيده لازم أزيده بالكريدت. فرح يكون الـ Adjusting Entry تبع الـ Unearned Revenue debit Unearned Revenue لتخفيضه وكريدت Service Revenue لإثبات الزيادة بالريفينيو. ليش لازم أثبت الزيادة بالريفينيو؟ لأنه according to the Revenue Recognition Principle I performed the service and now I could earn my revenue. I could record it as a service revenue. تمام؟ قبل هيك ما كنت بقدر أسجلها لأني كنت مش مأدي السيرفيس yet. وإذا أنا الـ unearned revenue رحت سجلتها as earned service revenue بكون I violated the revenue recognition principle اللي بحكي لك revenue is recorded when it's earned. أوكي؟ وإمتى بصير earned بالنسبة لشركات الخدمات؟ لما أنا أدي السيرفيس. تمام يا شباب؟ طب خلينا نشوف مثال عندنا هون. يزيكي Advertising received $1,200 on October 2nd from Knox for advertising services expected to be completed by December 31. المفروض إنكم متذكرينوا هذا المثال. هذا المثال مرق معنا بشابتر 2 لما إحنا وقتها أنا شرحت لكم مبدأ الـ Unearned Revenue من خلال هذا المثال. وقتها إحنا حكينا بما إنه إحنا استلمنا كاش عن service is not provided yet، احنا كنا بأكتوبر والservice is expected to be completed بديسمبر، رحنا سجلناها debit cash credit unearned revenue ب 10 ب 2 10، which is a normal entry، هذا مش adjusting entry أصلا، ولأنه أصلا فيه cash انت مستحيل تفكروا انه adjusting entry. طيب امتى انا بحتاج adjusting entry؟ لما انا أدي service سواء fully أو partially، مش شرط أنا أدي السيرفيس كاملة، ممكن أدي جزء منها. فلما أنا أدي السيرفيس I earned الريفينيو تبعي. أوكي؟ فلازم أنا ما بصير أضلني معترفة فيه as unearned، لازم أنا according to revenue recognition principle I should record it as revenue. فشو حاكي لي؟ أنا صح كانت الترايل بالانس مبينت لي إنه في عندي $1,200 بحساب الـ unearned revenue. An analysis reveals that the company performed $400 of services in October. يعني لما احنا عملنا analysis، يعني عشان افهمك اياها اكثر، احنا شركة يزيكي شركة advertising، انا اخذت منك $1,200 على advertising services to be performed من October لديسمبر. لما انا I perform service ب $400 يعني ثلث الخدمة، يعني زي كأني عملت لك اعلانات بشهر 10 وإعلانات بشهر 11 وإعلانات بشهر 12، كل شهر الإعلانات اللي عم بعمل لك إياهم لتسي عم بعمل لك 4 إعلانات بالشهر، كل إعلان بكلفك $100، فأنا عندي 400 بشهر 10 و400 بشهر 11 و400 بشهر 12، هاي $1,200. فلما أنا عملت الأربع إعلانات تبعون شهر 10 معناته أنا I performed the service الـ advertising service المتعلقة بشهر 10 I earned $400 من أصل الـ 1200. اوكي تمام لهون؟ حدا مش فاهم شو بحكي؟ طيب بما اني I earned 400 من اصل 1200 ما بصير اضلني مسجلتهم liability على الشركة because they are no longer a liability، انا I performed the service وانا استحقيتهم، فرح اخفضهم من حساب الـ unearned revenue وازيدهم على حساب الـ service revenue. بيقطع فكر بس عندي لا كان يقطع، كان يقول لي انه الانترنت is not stable، انا لانه مش ببيت اليوم هلا. اظن رجع عادي صح؟ هلا منيح؟
اوكي يا ريني. طيب في حدا لسه عنده بيقطع هلا؟ لانه مش عم بعطيني انه الانترنت ما ستيبل. في حدا لسه بيقطع عنده؟ والله كان يقطع هلا تمام. خلص تمام، هو اصلا بعطيني نوت لما يكون الانترنت مش ستيبل. طيب فاذا رجع قطع خبروني. فحسابي اللي انا بما اني استحقيت 400 دولار من ال 1200 لازم اخفضهم من حساب الليابيليتي اللي اسمه unearned service revenue، وحساب الليابيليتي النورمال بالانس له كريدت، يعني بزيد بالكريدت. وين بخفضه؟ بخفضه في الديبت، عشان هيك انا سجلته بالادجستنج انتري في الديبت. في المقابل انا I need to transfer this amount from being unearned لانه earned، فرح اسجله بحساب الـ earned service revenue اللي احنا عاده بنسميه service revenue بقيمه 400. ليش سجلته بالكريدت؟ لانه الريفينيو النورمال بالانس لها كريدت، فهي بتزيد بالكريدت، فرح يكون الانتري ديبت unearned revenue لتخفيض الليابيليتي، وكريدت سيرفيس ريفينيو لاثبات الريفينيو اللي انا استحقيته. انتبه بليز انك بتسجل فقط الادجستنج انتري بالاماونت اللي ذات يو ايرند، مش بكل المبلغ. ممكن اكون مستحقه كل المبلغ كامل، ممكن مستحقه نصه، ربعه، ثلثه، جزء منه، حسب شو بيعطيني السؤال. فدائما انتبهوا what's the amount of revenue that I earned لما انا عديت الادجستنج انتري. تمام يا شباب؟ حدا عنده سؤال؟ يعني انا بشوف هذا صراحه اسهل ادجستنج انتري لانه كتير لوجيك وما فيه يعني كتير سيناريوهات، وممكن يطرح بعده طرق، يعني واضحه. انا مستلمه ان earned revenue من قبل، وهلأ أنا أديت السيرفيس إما كلها أو جزء منها، فلازم أخفض الليابيليتي اللي هو الأرند ريفينيو وأزيد الريفينيو بس، يعني ما فيهاش لعبة أو دورة، هي هيك. هذا عنده سؤال عليها؟ تعالوا نعمل بوستينج، شوف شو صار عندي بحساب الأرند سيرفيس ريفينيو. هو أصلاً كان مسجل فيه 1200، هاي بأكتوبر 10 أكتوبر 2 لما أنا استلمت الكاش من الكاستمر اول مره وسجلتهم كلهم ان ايرند ريفينيو. هلا الادجستنج انتري اللي انا عملته حاليا خفض لي من الحساب تبعي 400 دولار، فضل فيه 800. انا عم بفترض انه رح يرد بشهر 11 يتخفض ب 400، وبرد بشهر 12 يتخفض ب 400 ليصفر معي حساب الان ايرند ريفينيو، بكون اي ايرند ات بالكامل. اوكي، حساب السيرفيس ريفينيو كان فيه 10000، طبعا هاي ما بتخصني هون، هاي ال 10000 من سيرفيسز اي بيرفورم بشهر 10 كانت مسجله عندنا بشابتر 2. عملت هلا ادجستنج انتري، زدت الريفينيو تبعيتي ب 400، فصار رصيد الريفينيو عندي 10400. لاحظ كيف الادجستنج انتري ساعدتني اني انا اسجل الريفينيو تبعيتي بالاماونت الصحيحه. لو ما عملت adjusting entry كان ضليتني على 10,000 رغم اني انا I earned $400 more بالrevenue تبعيتي. اوكي، حدا عنده سؤال؟ طبعا يا شباب ما تنسوا انه adjusting entry زيهم زي اي entry عادي، بعد ما نعملهم recording لازم نعملهم posting على T account على trial balance. طبعا مش انا بقصد انه السؤال اللي بطلب adjusting entry لازم تعمل له posting، ما هو حسب شو السؤال طالب منك. في اسئله بتقول لك but what's the adjusting entry، مش طالب منك posting، بس قصدي بالشغل بالحياه adjusting entry برضه بنعمل لها posting. لو ما عملت لها posting كيف بدها تنعكس على الارصده وتصير الارصده عندي up to date؟ فعمليه تسجيل الانتري لحاله غير كافيه، لازم تعمل بوستنج لتعكس التغيير بالارصده، لانك انت الارصده راح تاخذها من التي اكاونت تو بريبير الفاينانشال ستيتمنت تبعونه. طب حدا عنده سؤال؟ برجع باكد عليكم موضوع الاوفر ستيت والاندر ستيت، انا راح اشرحه مره واحده بنهايه الادجستنج انتريز، ف يو جاست نيد تو اجنور ذس سلايد لانه راح اشرحه مره واحده نهاية الـ adjusting entries. في سلايد بلخصهم كلهم. طيب خلينا نحل هذا السؤال مع بعض. The ledger of Zoo Company on March 31, 2017 includes these selected accounts before adjusting entries are prepared. كان عندي حساب prepaid insurance بقيمة 3600، والsupplies 2800، الequipment $25,000، accumulated depreciation 5000 وال unearned service revenue 9200 دولار. هلا an analysis of the account shows the following، يعني هلا راح يعطيني extra information تساعدني بعمل الادجستنج انتري.
شو مطلوب مني؟ prepare the adjusting entry for the month of March. يعني أنا الأكاونتينج بيريد تبعيتي مدتها شهر, بتغطي لي شهر الكارنت أكاونتينج بيريد تبعيتي هو شهر مارش. طبعا هذا السؤال بعطيك كل الـ adjusting entry اللي أخذناهم من أول chapter. واحد على supplies, واحد على depreciation, واحد على prepaid expenses العاديين, ورجع قطة صح؟ اوكي أظن رجع هلأ منيح. واحد على supplies, واحد على prepaid expenses, واحد على depreciation, وآخر واحد عن الـ unearned revenue اللي إحنا أخذناه هلأ. فهذا السؤال فيه الـ four types of adjusting entry اللي تعلمناهم من أول chapter. هلأ أنت you need to test yourself إنك أنت عارفهم ولا لا. نبلش واحد واحد. Insurance, بس بدي أسألكم في صوت حفر أنا جنبي, سامعين ولا أغير مكاني؟ لا مش طالع دكتور. دكتور بس بيقطع وما فيش صوت حفر. بيقطع بلكي المشكلة من عندك, لأنه في ناس عم بيقولوا لي إنهم مش عم بيقطع عندهم. يعني دكتور لا عم بيقطع عندي أنا. وأنا كمان مرات. أنا كمان دكتور. Let me move. Okay. هو مرتين قطع يعني أنا أعطاني إنه أنا stable, لكن خليني أغير مكاني. طيب هيك أحسن؟ أحسن دكتور أحسن. طيب خلينا نحل أول سؤال. Insurance expires at the rate of $100 per month. طبعا هذا السؤال مريحني, معطيني قدي الـ amount of insurance اللي I expired. يعني أنا مش محتاجة أحسب أي إشي, فقط محتاجة أسجل adjusting entry. مين بحب يعطيني الـ entry؟ يا فيصل. دكتورة debit insurance expense و credit prepaid insurance. بالضبط. excellent. thank you يا فيصل. أنا فقط محتاجة أسجل ال adjusting entry لأنه ال amount of insurance that expired or that used during the month معطاء لي اللي هي $100. فقط بثبت ال insurance expense في debit وبثبت الانخفاض بال prepaid insurance بال credit $100. okay. طيب next question بحكي عن supplies. حكي لي انه supplies on hand total 800. انا الريكوردز تبعوني فوق كانت حكيت لي انه الاكاونت تبع supplies فيه balance بالريكوردز تبعوني ب 2800, لكن الاكتوال supplies on hand لما احنا عملنا physical count اخر الشهر طلعت فقط $800. الفرق بكون I used it, الفرق I consume it. شو رح يكون الـ adjusting entry تبع الـ supplies؟ مين يعطيني إياه؟ غير فيصل؟ مين يعطيني الـ adjusting entry تبع الـ supplies قبل ما أعصب لأنه سهل؟ أنا دكتورة. تفضل يلا. الـ debit supplies expense 2000 2000 صح؟ بالضبط. excellent. والكريدت سبلايز 2000. excellent. بالضبط. زميلتكم سجلت الانتري تبع السبلايز بالاماونت اوف سبلايز يوزد. اوكي, فالاماونت اوف سبلايز يوزد هي الفرق بين الريكورد شو مبين عندي وايش اظن ضل عندي اون هاند بنهايه الفتره. فانا كان عندي 2800, ضل عندي 800, معناته اي يوزد 2000. بثبت supplies expense في الديبت وبخفض الاسيت اللي اسمه supplies بالكريدت بقيمة supplies that I used اللي هي $2000. اوكي, اللي بعديها برضو مريحني, معطيني انه الاكوبمنت depreciate ب $200 a month. يعني معطيني الamount of depreciation اللي انا استهلكتها خلال الشهر اللي I should record within the month. مين يعطيني adjusting entry تبع depreciation؟ يلا يا فيصل. بتصير debit depreciation expense والaccumulated credit
برضو بميتين. Excellent. بالضبط يا فيصل. Thank you. Amount of depreciation اللي معطيني إياها جاهزة للشهر. لو أنا بدي لشهر وهو معطيني لسنة كان قسمتها على 12، أو لو العكس معطيني لشهر وأنا بدي لسنة، لكن أنا معطيني الأمام جاهزة per month وأنا قاعدة بسجل accounting period عن شهر مارش اللي هو شهر واحد فقط، فمعناته الأمامت رح أخذها زي ما هي بصفي، بضل أكون عارفة شو debit والcredit، debit depreciation expense والcredit accumulated depreciation. طب مين يحكي لي شو نوع حساب accumulated depreciation من الحسابات؟ شو نوعه؟ يا فيصل. Contra asset. Excellent يا فيصل. Thank you. Contra asset account. طيب آخر واحدة أنا بدي أحلها لأنها بتحكي عن الانتري اللي تعلمناه اليوم. هتلاقى الثلاث أنا حليت لكم عليهم أسئلة كتير أصلاً. هذا بيحكي عن الانتري اللي تعلمناه جديد اليوم اللي هو متعلق بالunearned revenue. حكي لي إنه one half of the unearned service revenue was performed in March. يعني أنا كان في عندي حساب اسمه unearned service revenue بقيمة 9200 دولار. بقول لي إنه نصهم أنا I earned them. كيف عرفت إنه I earned them? Because I performed the service. بما إنه I earned هدول النص اللي هم 4600 I need to transfer them from being unearned revenue لأنه يصيروا earned service revenue، فرح أخفض حساب liability اللي اسمه unearned revenue ب 4600 وأزيد حساب service revenue ب 4600. بس انتبه دائما إنه شو الأمامت اللي you earned، يعني هون حكي لي one half، ما بصير أنت تروح تعترف لي ب 9200 كاملة، إنك بتكون you violated the revenue recognition principle، بتكون اعترفت بإيراد وهو لسه مش earned. تمام يا شباب، هدول هم الأربع adjusting entry اللي احنا أخذناهم من أول chapter. فا if you are fine with this example معناته أنت أمورك تمام بالنسبة لل four entries اللي احنا أخذناه. حد عنده سؤال لهلا؟ احنا هيك بنكون خلصنا اول main category بال adjusting entries اللي هي deferrals. هلا بدنا ناخذ الاكروالز. اول شيء خلينا نتذكر ايش يعني اكروالز. دائما لما انا احكي لك اكروالز يعني ايش استحق ديو. اوكي، اذا انا بحكي عن ريفينيو فهي استحقت الي، اذا انا بحكي عن اكسبنس فهي استحقت علي. نكون متفقين اول شيء على موضوع اكروال ايش يعني. الأكروال ريفينيو هي ريفينيو فور سيرفيس بيرفورمد بات نوت يت ريكوردد ات ذا ستيتمنت ديت، والاكسبنس الاكرود اكسبنسز هي اكسبنسز انكيرد بات نوت يت بيد اور ريكوردد ات ذا ستيتمنت ديت. اول شيء الستيتمنت ديت المقصود فيه ات ذا اند اوف ذا اكاونتنج بيريد، لانه احنا الستيتمنت ديت قصده فيها يوم اعداد القوائم الماليه، واحنا we prepare our financial statement at the end of the accounting period. فلما يحكي لك at statement date يعني قصده بنهاية الـ accounting period انت كنت عائلك revenue you perform the service يعني you earn it بس ما اندفع لك ولا انت سجلته. اذا انت بتحكي عن expense برضو بنهاية الـ accounting period تبعيتك انت استحق عليك مصروف لكن انت لا دفعته ولا سجلته عندك بحساباتك. طيب دائما الطلاب بيكون عندهم شوية خربطة. طب شو بيفرق هذا الريفينيو اللي انت قاعد بتحكي لي عنه هلأ اللي هو الأكرود ريفينيو، بما انك بتحكي لي ريفينيو for service performed but not received in cash. طب ما احنا اخذنا قبل بشابتر 2 اخذنا services performed not received in cash ورحنا سجلناها debit account receivable credit service revenue. طب شو فرقت هاي عن اللي اخذناها بشابتر 2 عن اللي انت قاعد تحكي لي اياها هلا بالادجستنج انتري؟ بقول لك فرقت بهاي الكلمه not recorded. لسبب او لاخر الشركه استحقت ايراد وما اندفع وما تسجل. لو بس ما اندفع وانا كنت مسجلته عادي هاد نورمال انتري انا سجلته خلال الفتره المحاسبيه، لكن اذا انا اجيت على نهاية الفترة المحاسبية تبعيتي في عندي services performed I earned the revenue تبعيتها وما استلمتها cash
ولا تسجلت هاي بصير اسمها accrued revenue، لازم أعمل فيها adjusting entry. خليني أضرب لك أمثلة لحتى أنت تكون الصورة أوضح إليك إمتى ممكن تصير. طبعاً برجع بحكي لكم مش شرط كل adjusting entry الشركة تحتاجه، يعني مش شرط الشركة يكون عندها accrued revenue، يمكن الشركة بتكون إيراداتها مسجلة أول بأول. لكن في عندي common type of revenue ممكن مرات تكون مستحقة وأنا ما أقدر أسجلها إلا بنهاية الأكاونتينج بيريد. من أهم الأمثلة عليها الانترست ريفينيو. أول إشي خلينا نكون فاهمين أنا إمتى بستحق انترست. إذا أنا عندي ودائع في البنوك وهاي الودائع الشركة يعني حاطة وديعة في البنوك وهاي الودائع بستحق عليها انترست، هذا إلي كشركة بعتبره انترست ريفينيو. طيب افرض أنا عندي monthly accounting period انتهت ب 30/6 وصدفت انه 30/6 يعني البنك بينزل لي فوائد بنهاية كل شهر، صدفت انه ب 30/6 اجا يوم عطلة، اجا ويك اند، اجا عيد عمال، اجا مش عارف شو، المهم اجا عطلة، فالبنك ما نزل لي الفوائد على حسابي ب 30/6، نزل لي اياهم بواحد او ب 2/7، لكن هاي الانترست I earned عن شهر 6 أنا، أوكي؟ لكن البنك ما نزل لي إياهم، يعني ما دفع لي إياهم إلا ب1/7 أو ب2/7. ما بصير أبداً أنك أنت تروح تسجل لي ب2/7 أو ب1/7 حسب إمتى نزلت، let's say نزل بحسابي $1,000، ما بصير أنك تروح تسجل لي debit cash credit interest revenue. ليش؟ لأنك بتكون خالفت الـ accrual based accounting اللي بحكي لك أنت بتسجل الإيفنت بالفترة اللي حصل فيها، وهذا الإيفنت هو interest مستحقة عن شهر 6 وليس عن شهر 7. والشغل الثاني أنك بتكون you violated الـ matching principle اللي بحكي لك قابل إيراداتك مع نفقاتك بنفس الشهر. طب هذا الإيراد بخص شهر 6 ولازم أقابله مع نفقات شهر 6، ما بصير أسجله على شهر 7 which is a different accounting period. لاحظ كمان عشان تكون فاهم شو أنت بتكون عملت، افرض إنه 1/7 نزل لي interest شهر 6 وسجلت $1,000، 31/7 ما إجا يوم عطلة، إجا يوم دوام عادي، فراح البنك نزل لي ب31/7 نزل لي كمان interest للتسهيل حالنا كمان $1,000. شو انت بتكون عملت؟ انت بتكون duplicated الـ interest revenue تبعيت شهر 7، تكون سجلتها مرتين، سجلت revenue ب1/7 وسجلت revenue بشهر 7 بالمقابل بأوله وبآخره. بالمقابل شهر 6 بتكون انت ظلمته وما سجلت عليه الـ interest revenue وبينت انه إيراداته أقل، وبالإيفنتشلي الـ net profit تبع شهر 6 رح يكون أقل والـ net profit تبع شهر 7 رح يكون أعلى. لاحظ حجم المشكلة اللي انت بتكون عملتها اذا انت ما سجلت accrued revenue و adjusting entry بنهاية شهر 6 يثبت انك انت استحقيت هذا الانترست ريفينيو حتى لو ما اندفع لك. طيب انت بدك تحكي لي ليش انا بدي استنى، ليش ما سجلته اول باول؟ لاني انا عادة بستنى البنوك، انا عادة بعتمد على البنوك بحسبة الامount of interest، لأن البنوك بيحسبوا يوم بيوم وعلى المبالغ وعلى الرصيد، وإذا أنت سحبت من الوديعة ممكن تستحق فائدة وكسرتها وما كسرتها، في كتير ديتيلز. إحنا عادة بنعتمد على حسبة البنوك بمبالغ الفوائد، بدقق عليها طبعاً، ما بقولك إنه ما بدقق عليها، لكن عشان أعترف فيها بالفلس وصحيحة بستنى ل1/7 لما نزلت عندي بشوف نزل لي 999.94، أنا كنت مقدر إنها 1000 لكن نزل لي 999.944. هاي هي الأمount of interest اللي I should record بـ 30/6 as interest revenue استحقت إلي but not recorded and not paid. أوكي؟ طيب نفس الشيء نفس الكونسبت بينطبق مرات على الرنت. هلأ العقود الأجار أنت بالشركات عادة عقود الأجار ما بيكون فيها فواتير وإلى آخره. عقود الأجار مثلاً أنت بتوقع عقد أجار وهذا العقد بتكون مدته سنة أو سنتين، أوكي؟ هلأ افرض خلص شهر 6 وأنا في إلي رنت ريفينيو مفروض يجيني من شركة مستأجرة عندي،
لكن قالوا لي كوفيد 19 ومعناش مصاري ومش عارف شو ما دفعوا الأجار. فستيل ب 30/6 أنا I earned this rent لأنهم كانوا أنا I provided the service وأمنت العقار وكانوا مستغلين هذا العقار بشهر 6. فأنا رح أروح أسجل أنه في عندي accrued revenue بشهر 6 حتى لو أنهم ما دفعوا لي. أنا هذا الأجار ما كان مسجل عندي لأني أنا متعود دائما يدفعوا لي آخر الشهر وأروح أسجل debit cash credit rent revenue، لكن نظرا لهذا الظرف ما دفعوا لي، فرح أروح still أسجل أنه في عندي rent I earned وبسجله rent revenue، لكن ما رح أسجله cash. ليش ما رح أسجله cash؟ لأنه ما دفع لي ب 30/6، دفع يمكن ب 5/7 أو 10/7، لكن ب 30/6 at the statement date كان at the end of the accounting period كان لسه مش دافع، فرح أسجله دين على المستأجر، رح أسجله بحساب الأكاونت ريسيفابل. أوكي؟ طبعاً والأمثلة تطول، لكن فهمنا شو الكيسز اللي ممكن يصير في عندي أكرود ريفينيو غير مسجل. شو بيفرق؟ لأن الطلاب بضلهم يقولوا لي شو بيفرق؟ بيفرق عن قبل إنه هداك اللي أخذناه بشابتر 2 رغم إنه نفس الأكاونت تريتمنت ديبت أكاونت ريسيفابل وكريدت ريفينيو، بيفرق إنه هذا كان غير مسجل، هداك تسجل خلال الأكاونتينج بيريد عادي لما أنا أديت السيرفيس بعد فاتورة للكاستمر وI build the customer وسجلت إنه في عندي ريفينيو استحق إلي. اللي بيفرق عن الأكرود ريفينيو اللي أنا بحتاجه بالأدجستينج إنتري إنه for some reason إنه هذا الريفينيو yes I earn it والكاستمر ما دفع بس أنا ما سجلته خلال الأكاونتينج بيريد لسبب أو لآخر. تمام يا شباب؟ طب خلينا نشوف شو الادجستنج انتري راح يكون. والادجستنج انتري اصلا مش سهل ومنطقي ومارق معنا فكرته قبل هيك. حكي لي مثال انه باكتوبر يزيكي ادفرتايزنج performed service worth $2,000 that were not billed to client in October. لما انا ما بعتت فاتوره للكلاينت معناته انا ما سجلت هذا الريفينيو بحساباتي. not billed not recorded كلهم هدول مصطلحات بيساعدوك تفهم انه this is accrued revenue. فبما اني I didn't bill the customer ما بعت له فاتورة معناته ما تسجل هذا الريفينيو بحساباتي. بما اني I performed the service معناته I earned the revenue فلازم اسجل debit لازم اسجل credit service revenue بقيمة $200 اللي انا استحقيتهم. طيب شو رح أسجل الديبت تبعي؟ ما هذا الكاستمر لا بعت له فاتورة، ما أني ما بعت له ما دفع. لو أنه دافع كان كتب لي بالسؤال أنه دافع. هاي accrued revenue أصلاً لو مدفوعة بتدخلش ضمن تعريف accrued revenue. فبما أني الكاستمر ما دفع وإحنا الديون اللي على الكاستمر وين منسجلها؟ منسجلها بحساب اسمه account receivable. منسجلها بحساب اسمه account receivable. فراح أزيد الديبت عندي بالأكاونت ريسيفابل وأزيد الكريدت بالسيرفيس ريفينيو. ليش زدت الأكاونت ريسيفابل بالديبت؟ لأنه أسيت أكاونت بزيد في الديبت. ليش زدت السيرفيس ريفينيو بالكريدت؟ لأنه ريفينيو أكاونت نورمال بالانس إله كريدت. هيو نفس الانتري اللي إحنا تعلمناه قبل. شو الفرق؟ إنه هون نوت بيلد. خليني أورجيكم بس لحظة خليني أكمل. خليني أورجيكم هذا السؤال اللي أنا حليت لكم إياه بشابتر 2. لما إحنا حكينا بترانزاكشن 10 we build a customer for $450,000 for photocopy work done. لاحظين شو فرق معي؟ I build the customer بعت له فاتورة يعني I record the transaction. لكن هلأ اللي قاعد بفرق معي بالadjusting entry إنه we're not billed. The customer is not billed. ما بعت له فاتورة. معناته it's not recorded. ميزتوا شو الفرق؟ أوكي. بس انتبهوا لهاي النقطة. شو اللي بيفرق معي هيك؟ تفضل. كنت بدك تسأل. دكتورة شو في keywords بتدل على إنه هذا accurate؟ Not recorded. Not billed. طبعاً لازم يكون service performed والcustomer ما دفع. لكن الكي وورد اللي بتخليك تساعدك انه هذا adjusting entry not recorded not billed هدول التو مين وورد. دكتورة not billed يعني ما استحقت ولا اندفعت؟ لا بليز، هي استحقت. احنا الاستحقاق منحدده من did I perform the service or not.
I performed the service معناته I earned my revenue. I earned it. استحقيته. إحنا فقط بنحدد إنه adjusting entry accrued revenue ولا لا من خلال كلمة not billed. يعني not billed يعني ما بعتت فاتورة. معناته it's not recorded. Okay؟ فالاستحقاق ما هو أصلاً لازم يستحق عشان أسجله. لازم يستحق عشان أسجل service revenue. فالاستحقاق مرتبط بتأديتي للسيرفيس وليس بعملية تسجيلي إله أو لا أو دفع أو لا. إحنا الاستحقاق when I earn my revenue لما I perform the service. والسؤال حكي لي performed services. أنا فقط بحميز لك إياه عن اللي تعلمناه بشابتر 2 لأن الطلاب بضلهم مش فاهمين. طب شو فرق هذا؟ ليش هذا adjusting entry وهذاك normal entry؟ لأنه for some reason أنا ما سجلت هذا الانتري. For some reason أنا ما سجلت هذا الانتري. أوكي؟ فعشان هيك it's not recorded, the service is performed, it's not paid and not recorded. اللي تعلمناه بشابتر 2 كان the service is performed, it's not paid, يعني نفس أول شرطين بس آخر إشي it was recorded بشابتر 2 لأني بعتت فاتورة. هون it's not recorded لأني ما بعتت فاتورة. فيا بتقرأ كلمة not recorded يا بتقرأ كلمة not built. أوكي شباب؟ حدا عنده سؤال؟ كان في ناس رافع إيدها. دكتور أنا عندي سؤال. تفضل دكتورة. طب بالشابتر 2 لما كان يحكي لي build برضو كنا نحط مش debit receivable و credit service revenue؟ ما أنا بحكي لك هي نفس الانتري. ما هو هو هي في عندي service يعني نفس الحل. نفس الحل بس this is adjusting entry بينعمل بنهاية الaccounting period وهداك كان normal entry بينعمل بتاريخ الترانزاكشن وقت ما أنا بعدت الفاتورة. أوكي؟ بس هم نفس الحل. التنتين نفس الحل. debit account receivable credit service revenue. لكن هذا adjusting entry بينعمل بنهاية الaccounting period لما أنا أشوف شو في عندي إيرادات استحقت وغير مدفوعة وغير مسجلة. هداك بصير خلال الaccounting period يعني بعشرة الشهر قدمت سيرفيس والكاستمر مش دافع ببعت له فاتورة وبسجل بعشرة عشرة إنه في عندي account receivable service revenue. لكن هذا adjusting entry أنا بحتاجه بآخر الفترة. وزي ما حكيت لكم أنا عادة بحتاجه for certain type of revenues زي الرنت زي ما حكيت لكم لأن عقود الإيجار عادة ما بصير فيها فواتير. خلص أنت بتوقع عقد إيجار أول الفترة وخلصنا. ما مش كل شهر بتصير تبعت فاتورة للكاستمر. فلما أنت وقعت عقد الأجار وأنت مفترض إنه الكاستمر بده يدفع بنهاية الشهر زي ما العقد بيحكي لك. إذا إجا شهر والكاستمر ما دفع وقتها أنت محتاج تسجل account receivable ورنت ريفينيو بهذا الشهر لأنه الكاستمر ما دفع وأنت مش مسجل عندك هذا الريفينيو. أنت بالوضع الطبيعي كنت بتسجل debit cash وكريدت رنت ريفينيو. مثال تاني واضح حكيت لكم إياه تبع الانترست برضه زي اللي شرحت لكم إياه قبل شوي. فهو مش حالة تكرر عندي كتير لأنه الإيرادات عادة بالشركات تسجل أول بأول مش إنها بتمرق عندي كتير. تمرق بسيرتين سيناريوز لأنه لازم تستوفى عندي ثلاث شروط. I performed the service والكاستمر ما دفع أنا I didn't record the transaction for some reason. أوكي تمام دكتورة. Thank you. طيب هذا الادجستينج انتري. طب السؤال اللي بيطرح نفسه ليتر اون لما يجي هذا الكاستمر ويسدد الديون اللي عليه شو رح يكون النورمال انتري اللي انا رح اسجله؟ يعني هو فارض لي انه بنوفمبر 10 يزيكي ادفرتايزنج ريسيف الكاش اوف $200 فور السيرفيس اللي بيرفورم. يعني اجى الكاستمر اللي عليه دين بسدد الدين اللي عليه شو رح يكون الانتري which is not an adjusting entry. هذا انتري عادي بنوفمبر 10 شو رح يكون الانتري؟ مين يحكي لي؟ شو رأيكم؟ يا فيصل دكتورة زي الأسف لا تفضل خلص جاوب يلا دكتورة زي العادي الانتري العادي. شو هو؟ أنا ريسيفز كاش هالديبت زاد في 200 وفي أنا سيرفيس ريفينيو. مش سيرفيس ريفينيو لا راجع نفسك شو رأيك؟ ما أنا already سجلت الإيراد هون بصير أسجل الإيراد مرتين وI duplicate الريفينيو يصير عندي 400؟ لا شو رأيك لكان؟
أنا في عندي دين والكاستمر سده، شو لازم أعمل بالدين؟ لازم خلص أنهي. أنهي بالضبط. أنا الدين مسجلته بحساب account receivable بالدبت، عشان ألغيه عشان أصفر هذا account receivable شو لازم أعمله؟ credit صح؟ رح أثبت أني استلمت كاش، وبالمقابل رح ألغي الدين تبع الكاستمر بالكريدت. الأكاونت يزيبه بالأسيت أكاونت، زاد هون بميتين، أنا هلأ بدي أخفضه بميتين وبحطه بالكريدت لأثبت انخفاضه عشان أشطب الدين. تمام؟ فthis is a normal entry، هاي فقط entry لاحق لعملية اللي أنا سجلت الأكرود ريفينيو. ممكن يصير عندي بأي شركة، لو أنا قدمت لك وحلينا قبله زي هيك، انا قدمت لك سيرفيس اون اكاونت وليتر اون انت اجيت دفعت الدين اللي عليك، انا فقط بخفض الاكاونت ريسيفبل. اوكي، فانا هون بدي اخفض الاكاونت ريسيفبل اللي على الكاستمر. تمام يا شباب، حد عنده سؤال؟ طبعا ما ننسى نعمل بوستنج، لازم الارصده تتحدث عشان لما اخر إشي اخلص ادجستنج انتري I need to prepare my financial statement، فلازم تكون الأرصدة up to date بعد الأدجستينج، فبعمل posting للأدجستينج entry على الأكاونت تبعوني. آخر كاتيجوري عندي بالإكسبنس آخر كاتيجوري عندي بالأدجستينج entries، هيك إحنا بنكون خلاص أنهينا different types of adjusting entry، اللي هي type اللي اسمه accrued expenses، اللي إحنا اتفقنا expenses incurred يعني استحقت علي but not paid and not recorded. برجع بحكي لك الكي وورد هون not recorded، يعني في استحق علي مصروف for some reason انا ما دفعته وما سجلته. من اهم الامثله على اللي انا بحكي لك اياه الرواتب. كتير الرواتب خاصه في الشركات الخاصه اللي بتعتمد على المبيعات والبونص، وبيختلف راتب الموظف حسب حجم مبيعاته. الرواتب لا تدفع بنهاية الشهر، مش يعني زي الحكومة بدفعوا ب23 أو 25. الشركات الخاصة اللي بتعتمد على مبدأ البونص تستنى أنه يخلص الشهر، يعني إذا أنا بدي أدفع لك راتب شهر 6 بدفع لك إياه ب2-7 أو مرات ب5-7. ليش أنا محتاجة هيك؟ عشان أخلص شهر 6 وأشوف حجم مبيعاتك وأقرر قديش أنت بتستحق بونص وجبت التارجت ولا لا وإلى آخره. بحسب الرواتب بعد ما تخلص مبيعات شهر 6 وأجردها وأشوف قديش عندي، بحسب الرواتب وبتنزل الرواتب على البنوك مرات ب2-7 أو 3-7. طيب بس still هاي الرواتب عن أي شهر؟ عن شهر 6. I need to record the salary expense بشهر 6 according لكل principles اللي احنا تعلمناهم سابقاً، مش حضرني أرجع أعيد وأزيد فيهم، إنه مصاريف كل فترة بتسجل بالفترة اللي خاصة فيها صح؟ طيب معناته رواتب شهر 6 اللي لتسين دفعت ب2-7 لازم تتسجل كسالري اكسبنس بشهر 6. هاي بسميها accrued expenses لانها استحقت. It's not recorded and not paid بنهاية الaccounting period at the statement date. ب30-6 كانت مش مدفوعة ومش مسجلة. امتى اندفعت ب2-7؟ ما تقوليش ما هي اندفعت ب2-7، انا بقولك مش مدفوعة add the statement date اللي هو تاريخ إعداد القوائم المالية اللي هو نهاية الـ accounting period تبعيتي which is شهر 6. أوكي؟ نفس الشيء مرات الـ interest. الـ interest طبعاً مش الـ revenue، الـ interest expense اللي هي بتستحق علي على القروض وعلى مرات الـ notes payable، مرات على الـ bonds وإلى آخره. هاي الانترست اللي بتستحق علي برضو برجع بعيد لك، احنا بنعتمد على البنوك باحتساب هاي المبالغ عادة. فمرات هلأ انت بتصورك انه احنا الانترست ندفعها كجزء من البيمنت، لكن مش كل القروض تمشي بهالأساس. يعني مثلا انا مرات بيكون عندي بوند انا بدفعه at maturity، بدفع المبلغ وبدفع الانترست اللي علي مرة واحدة. اوكي، مثلا اذا عندي نوتس بيبل نفس الشيء، اذا هذا النوتس بيستحق كمان 3 اشهر انا بدفع الانترست وبدفع المبلغ تبع البوند at the end of the maturity اللي هي 3 اشهر. ففعليا في مرات كثير يستحق علي انترست انا ما بدفعها.
افرض انا ماخذ قرض من البنك والقرض معطيني فتره سماح اول شهرين من اخذ القرض ما بدهوش يبقى يدفعني اقساط، بكون استحق علي انترست وانا لسه مش دافع على الاقساط ولا الانترست اللي من ضمنها. اوكي، فعشان هيك بيستحق علي انترست، فبتصير هاي accrued expenses should be recorded at the end of the accounting period حتى لو انا مش دافعها. التاكسز خاصة الانكم تاكس، انا بستنى الحكومة تحسب لي دخلي الخاضع للضريبة وتقرر قديش بدها مني ضرائب، عشان هيك انا بستنى لنهاية الاكاونتينج بيريد وبيستحق علي التاكس، وبعدين بشوف الحكومة، لانه مرات الحكومة الدخل اللي بتحسب عليه غير عن الدخل اللي انا بحسبه، الدخل الخاضع للضريبة عادة مختلف عن الدخل اللي انا طلع معي، البروفيت اللي طلع معي، عشان هيك انا بستنى الحكومه تحسب قديش علي انكم تاكس وتقرر، وبناء عليه بسجل المبلغ اللي استحق علي بعد ما انتهت الفتره، بسجل فيها adjusting entry. وهكذا في عندك عده امثله، من اهم الامثله الانترست والسالري. طيب عارف قد صار وقت المحاضره؟ لا لسه معنا وقت نكمل شرح. طيب انا قاعده بحكي لك انه في انترست استحق عليك، في interest استحق عليك. هذا الانترست اللي استحق عليك او الاكسبنس اللي استحق عليك بشكل عام، سواء كان interest او اي مصروف تاني، بما انه it's incurred it should be recorded as an expense according to the expense recognition principle. مظبوط، فلازم اروح ازيد مصاريفي اللي بالشركة، والاكسبنس is a normal balance الها debit، فلازم اثبت الاكسبنس حسب نوعه، اذا interest interest expense، اذا salary salary expense، وهكذا. فلازم أروح أسجل الإكسبنس عندي عشان يدخل عندي تماشت مع الريفينيو، يدخل بحسبة البروفيت تبعي. هلأ هذا الإكسبنس أنا ما دفعته، أنا لو دفعته كان موضوعي سهل وأنا مش محتاجة adjusting entry، كان سجلت interest expense للكاش أو salary expense للكاش زي ما كنا نأخذ بشابتر 2 لما دفعنا رواتب. لكن أنا مشكلتي أني أنا ما دفعته، فعشان هيك رح يسجل liability علي. اي ديون على الشركه بتسجل بحسابات الليابيليتي، فلازم اثبت الزياده بحساب الليابيليتي اللي هو حسب شو طبيعه الاكسبنس. اذا سالري بسجل سالريز بايبل، اذا انترست بسجل انترست بايبل، وهكذا. اوكي، خلينا نشوف اول مثال عنا اللي هو معطيني مثال على الانترست، اكرود انترست. يزيكي advertising، متذكرين they signed a 3-month notes payable in the amount of $5,000 on October 1st. Okay. The note requires يزيكي to pay interest at annual rate of 12%. هلأ إحنا وقعنا notes payable وقتها أظن عشان نشتري equipment أو إشي زي هيك. هاي notes payable كان بيستحق عليها فوائد، كانت مدتها 3 أشهر. هاي النوت بايبل عادة تدفع at maturity، يعني على بعد الثلاث أشهر، هي والمبلغ مع الانترست تبعها، يعني بدفع الخمس تلاف وبدفع الانترست. صح، هاي الانترست أنا راح أدفعها بعد ثلاث أشهر لما أسد القرض كله هذا الخمس آلاف، لكن أنا في انترست استحقت علي which is an expense بتخص شهر عشرة اللي يزيك advertising فيه، فستيل أنا I should record it عندي بالحسابات تبعوني. فأنا لازم أسجل عنه عندي interest expense، لكن لأنها مش مدفوعة راح أسجلها دين علي، فبسجلها بحساب interest payable. أوكي؟ طيب عرفنا شو debit وعرفنا شو credit، ضل نعرف شو amount. دائما القانون تبع احتساب interest أظن أنه مارق معكم قبل هيك، المبلغ ضرب interest rate ضرب الفترة. أنا interest rate عائدة تعطى إلي سنوية annual rate اللي هي عندي هون 12%، ودائما نفترض انه الانترست ريت انيوال unless said otherwise، يعني انا عندي النسبه 12%، انا بدفع 12% فوائد بالسنه. اوكي، فانا عندي المبلغ 5000 والانترست ريت 12%، بضرب 5000 ب 12%، بس هاي 12% عن سنه. طب انا بدي المبلغ اللي انا بدي اتكلفته كفوائد فقط عن شهر اللي هو شهر 10، فبضرب في 1 على 12. اوكي، دائما نتعامل اشهر هون باكاونتنج، وان احنا ما بنتعامل مع ايام، حتى لو البنوك تحسب الفوائد بالايام. فراح اضرب 5000 في 12% في 1 على 12، بيطلع معي الانترست اماونت عن شهر 10 اللي استحقت علي $50.
فرح أسجل debit interest expense credit interest payable $50. تمام؟ حدا عنده سؤال عليها؟ منرحلها طبعا نعملها بوستينج زي ما انتم شايفين هيك بتكون تسجلت عنا. في عندي كمان تايب مهم من الاكرود اكسبنسز احنا نعلمك اياها اللي هي الاكرود سالاريز اند ويجز. برضو بنفس المبدا انا استحق علي رواتب وما اندفعت وما تسجلت للامثله اللي حكيت لك اياها قبل شوي لانه البيمنت ديت جاي لاحق عن نهايه الاكاونتنج بيريد اللي انا فيها. فرح أسجل salary expense ورح أسجل salary payable. المفروض الديبت والكريدت واضحة عندك expense و payable. بثبت الexpense وبثبت الدين اللي علي. ليش دين؟ لأنها مش مدفوعة. طيب خلينا نشوف المثال اللي قدامنا. هدول الشركة بأمريكا باليو أس عادة بدفعوا الرواتب كل أسبوعين مش كل شهر زي الأردن. يعني كل أسبوعين usually at Friday لأنه آخر working day بالأسبوع. كل أسبوعين بيدفعوا لك راتبك عن أسبوعين. عشان بس تكون فاهم ليش إحنا قاعدين بتصير عملية الدفع كل أسبوعين لأنه الكتاب أمريكي وبأمريكا بيدفعوا هيك. يزيكي paid salaries and wages in October 26 هاي آخر مرة دفع فيها رواتب إذا بتتذكروا. النكست payment date مش راح تيجي إلا لتسعة 11. لاحظ إحنا دفعنا يوم جمعة هون 26 مش رح ندفع الجمعة اللي وراها اللي وراها يعني بعد أسبوعين. هلأ إحنا بندفع للإمبلويز ندفع لهم total salaries of 2000 for a 5 working days a week. يعني بدفع لهم عن 5 أيام عمل ما بدفع لهم عن الأيام اللي بعطلوا فيها عن السبت والأحد. الويك إند عندهم سبت وأحد. أنا بدفع لهم عن 5 أيام عمل $2000. فلما بدي أدفع عن أسبوعين رح أدفع 2000 في 2 رح أدفع 4000. معناته الموظف بيستحق عندي $400 باليوم بيوم العمل. اوكي شو كانت مشكلتي هون؟ انا مشكلتي الوحيده اني اخر مره دفعت عن يوم الجمعه اللي هو 26 اكتوبر صح. 27 و28 ويك اند انا ما بدفع عنهم اللي هو سبت واحد. بعدين الموظفين اشتغلوا 2 و3 و4 يعني اشتغلوا يوم 29 و30 و31 10. لكن انا هدول 3 ايام رواتب استحقوا علي بنهايه الاكاونتنج بيريد لكن انا ما راح ادفعهم الا امتى؟ امتى النكست بيمنت دي؟ ب 9 نوفمبر. يعني انا لما ادفع ب 9 نوفمبر $4000 راح اكون في 3 ايام منهم بخصوا شهر 10 وسبع أيام بخصوا شهر 11. أكبر غلط ممكن تروح تعمله إنك بتسعة 11 تروح تقول لي debit salaries and wages expense credit cash بأربع آلاف. ليه؟ لأنك بتكون حملت شهر 11 رواتب 3 أيام اللي هي $1200 وهي ما بتخص شهر 11. بكون شهر 10 تحمل رواتب مختلفة وشهر 11 تحمل رواتب مختلفة. فإيش لازم أعمل؟ أنا استحق عندي رواتب $1200 اللي هو لأنه باليوم بأخذوا 400 هم اشتغلوا 3 أيام شهر 10 ومش مدفوعين فلازم أسجل فيهم accrued salary اللي هو salaries expense لا salaries payable. أوكي أدي المبلغ 1200 اللي هم عن هدول 3 أيام عمل. شو رح يكون الأدجستينج إنتري تبعي؟ خليني أورجيكم إياه. debit salaries and wages expense credit salaries and wages payable ب 31 10 اللي هو عن 3 ايام العمل اللي استحقوه من الموظفين وما تسجلوا وما اندفعوا. اوكي طيب السؤال اللي انا بدي اسالكم اياه ب 9 نوفمبر بالبيمنت دي شو الانتري اللي لازم الشركه تسجله؟ شو رايكم مين يجاوب؟ دكتورة كاش وكريدت سالاريز بيبل. كمل لسه ما خلص معك بعدين اعطيني المبالغ. يبس اوكي هلا الكاش 2000 لا
ليه؟ 2000 بالأسبوع. أوكي، إذن 8000. 4000 لأنه أسبوعين. بس أسبوعين؟ يس، أنا بدفع كل أسبوعين. هاي هلا شفت الستار في pay period. أوكي طيب، أوكي 4000 كاش، والسالاريز wages and expense فيها كريدت. مش فاهمة عليك، ارجع احكي لي شو الديبت وشو الكريدت. هلا الكريدت كاش. شو الديبت؟ السالاريز and wages expense. لا ما انا لسه هلا حكيت payable. لا السالاريز payable بقد ايه؟ 4000. لا نو. في حدا تاني بحب يحاول؟ حدا تاني بحب يحاول؟ دكتورة تفضلي. 2800. ايش هو؟ اعطيني الانتري كامل. اذا اعطيتيني الانتري كامل لك بونص علامة. انه الكاش كريدت 2800 عشان بس لل 7 days ضايلين. لا، كل اسبوعين بندفع 4000. انا حكيت، ما حكيتش بندفع 2800. بس مش احنا دفعنا قبل انه حطينا سجلنا باكتوبر، ما بعرف صراحة. يلا اخر فرصة معكم. بس دقيقة دكتورة، مش 1200؟ بدي اذبحكم دكتورة. طيب. بس دقيقة فيز، ما هو خلصت المحاضرة خلص. اللي احنا بندفع 2000 دولار كل اسبوع، يعني كل اسبوعين رح ندفع 4000، فرح يكون الكريدت عندي كاش. بس هدول ال 4000 مقسمين 1200 انا اوريدي مسجل فيهم بيبل، وهلا بسد البيبل اللي علي، رح يكون ديبت سالاريز اند ويجز بيبل ب 1200، وكمان ديبت سالاريز اند ويجز اكسبنس ب 2800. السالاريز اند ويجز بيبل هدول انا مسجله فيهم اكسبنس خلص، ومسجليته دين، هلا فقط بدي الغي الدين اللي علي. وال2800 اللي باقيين هدول الرواتب من 1/11 ل9/11، رواتب 7 ايام بدون ايام الويك اند، راح ادفع عن 7 ايام، فراح احكي 7 × 4 = 2800. ف 2800 بخصوا شهر 11، فهدول فقط اللي بسجلهم اكسبنس على شهر 11. لكن ال 1200 هدول كانوا رواتب بخصوا شهر 10، لكن انا فقط دفعتهم بشهر 11، بس انا مسجل فيهم بيبل، فخلص بس بلغي البيبل اللي علي، بسد الديون اللي علي تجاه الموظفين، ما برد بروح بسجلهم اكسبنس مره ثانيه. فراح الغي البيبل ب 1200 بالديبت، وراح اثبت الاكسبنس سالري اكسبنس تبع شهر 11 عن السبع ايام ب 2800، فراح يكون كومباوند انتري، والكريدت راح يكون كاش ب 4000. اوكي، راح احل لكم سؤال زيه على البورد المحاضره الجاي، لانه الانتري هذا مش مسجل عندكم بالسلايد، انا راح اكتب لكم زيه على البورد المحاضره الجاي. اوكي، كنت بودي انه احنا نحل هذا السؤال مع بعض، ذكروني احله لان انا حليته بشعبة الصبح، ذكروني احله قبل ما ابلش احل الاسئلة الموجودة على الاي ليرنينج، فذكروني احل لكم هذا السؤال، نحله مع بعض، انتوا اقرأوه يعني وما بده اشي، بنحله مع بعض، ذكروني بليز، لانه للاحد رح اكون نسيت لاني مع الشعبة الثانية حليته. وبعدين بنبلش نحل الاسئلة الموجودة على الاي ليرنينج. بليز اطلعوا على الاسئلة اللي على الاي ليرنينج اللي بالصفحة الأولى، طلعوا عليهم وحاولوا تحلوهم عشان لما أحلهم يوم الأحد تكون عندكم فكرة. okay؟ يعطيكم العافية، have a nice weekend. حدا عنده سؤال؟ يعطيك العافية دكتورة، الله يعافيك.